الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على مر وحلو القضاء، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله الذي قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. قال: وما ينطق عن الهوى، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا وجوارا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشر كل من أتى في هذه الليلة ليقدم واجب العزاء ببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من عز أخاه في مصيبة ألبسه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئنا إلى هنا لنقدم واجب العزاء لرجل من أهل القرآن الكريم، وهو من أهل الواجب فضلا على ذلك. جئنا لنقدم واجب العزاء لفضيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب في وفاة الراحلة المغفور لها بإذن الله الوالدة. وقد قيل قديما: إذا مات الأب انكشف الظهر، وإذا ماتت الأم انكسر القلب. وورد في الأثر أنه ينادى على العبد إذا مات أبوه: مات الذي من أجله أكرمك الناس. وإذا ماتت أمه ينادى عليه: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. وأقول لكل أهل القرآن المباركين: لنا شرف الصحبة مع حملة كتاب الله عز وجل، ومن الرائع أن يلتقي أهل القرآن على قلب رجل واحد في الأفراح وفي الأتراح، لأن أهل القرآن هم صفوة الخلق، هم أهل الله وخاصته، فإن كانوا على فرقة أضروا بالمجتمع، وإن كانوا على قلب رجل واحد قدموا أنموذجا محترما للمجتمع
أن يكون على قلب رجل واحد، وهذا ما أراه الآن. ولن أذكر اسم أحد من القراء حتى لا أنسى أحدا، فالكل على العين والرأس. نبدأ بخير الكلام وأحلاه، بحديث رب العباد إلى العباد، حيث قال عثمان بن عفان ذو النورين: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لآسف على يوم لا أفتح فيه المصحف. وأود قبل أن نبدأ أن أنبه على كل قارئ يرتقي ليقرأ، أرجو ألا تزيد مدة التلاوة عن 10 دقائق حتى يقرأ الجميع. القارئ اللي يجلس على الدكة يعتبر نفسه هو اللي منتظر يقرأ. أسأل الله الكريم أن يفتح على الجميع فتوح العارفين. نبدأ مع فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصف، نقيب القراء في محافظة الجيزة، أسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية
الغنية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن خلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء ذلكم الله
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلكم الله لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.
ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصف نقيب القراء في محافظة الجيزة، ونحن نقدم واجب العزاء لفضيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب في وفاة الوالدة الغالية أسكنها الله فسيح جناته. أيها الأحبة الأكارم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد واعظاً فالموت يكفيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: يا ابن آدم، تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، فأنت المطلوب فكن على حذر. إلى مائدة القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الله الزيات. أسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين. أنا بس عايز أستأذن الإخوة اللي بيسلموا ويصفحوا، ياريت نقلل شوية من الأحضان، ياريت نقلل شوية من الأحضان، خلوهم سلام بالأكف النهاردة يعني.